اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. انا عارف يا جماعه ان الحلقه دي اتاخرت جدا. ممثلي المفضل الجميل حبيبي وحبيب قلبي اللي اتشافها من كورونا فيروس الحمد لله، الممثل العالمي العبقري الجميل الجامد يعني مش عارف اقول ايه والله، يعني والله ما عارف اقول ايه. انا مبسوط، لا انا مبسوط وفخور جدا ان انا يوم من الايام واقف قدام الكاميرا هنا وبعمل حلقه عن توم هانكس. فعلا يا جماعة هتعرفوا ليه انا بحبه، هتعرفوا ليه من خلال رحلته السينمائية، هو قد ايه افلامه مأثرة فينا، قد ايه الراجل ده عبقري، وقد ايه ممكن يعمل لك ايه في الكاركتر والشخصية، وممكن يتخن لك وممكن يرفع لك وممكن ما يتكلمش يخليك تتأثر، ممكن يموتك من الضحك. هو الممثل الافضل بالنسبة لي، وهو الممثل اكتر ممثل بالنسبة لي عنده موهبة في تاريخ السينما. بص اعترض معايا اي حاجة، وجهة نظر. اعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة، وطبعا عايزك تشترك على انستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوس على جرس التنبيهات عشان تيجي لك الحلقة اول باول. ويلا بينا نخش ونشوف الحلقة العظيمة دي. طبعا في ناس كتيره جدا هتسالني، طب يا ابو حميد انت مش قلت قبل كده على جيم كاري ده ممثلك المفضل واحمد حلمي ممثل؟ بص يا جماعه، اكتر ممثل شامل بالنسبه لي من وجهه نظري هو توم هانكس، احسن ممثل شفته في حياتي. الناحيه التانية من ناحيه اكتر واحد ارتبطت بيه في طفولتي واكتر واحد ضحكت عليه واكتر ممثل كوميدي بحبه في حياتي هو طبعا جيم كاري. لكن من ناحيه مصر والعرب انا بحب عادل امام جدا وبحب احمد حلمي جدا، فدي حاجه ودي حاجه. نبتدي بقى ونتكلم عن توماس جيفري هانكس، هو ده اسمه الحقيقي، وهو اتولد يوم 9 يوليو سنة 1956، واتولد توم هانكس في ولاية كاليفورنيا وسط بيئة دينية جدا، عيلة متدينة جدا سواء من الأب أو من الأم، ويروحوا الكنيسة وراجل عارف دينه كويس ومتدين وكل الكلام ده. في نفس الوقت طبعا توم هانكس كان عنده حاجة كده شخصية من هو صغير، وهو طفل كان غير محبوب بالمرة خالص في المدرسة، وكانت الناس بتتري عليه عشان هو خجول جدا وعنده خجل زيادة عن اللزوم، لدرجة ان هو قبل كده اتكلم في الحوار ده وقال ان الحوار الخجل ده كان خجل مؤلم، مش خجل اللي هو يخليك تبقى ايه ده الولد ده خجول، لا خجل تخلي الواحد تتضايق عليك يعني او على توم هانكس نفسه. وممكن اقول لك كده معلومة في النص تفيدك او ما تفيدكش، ان توم هانكس قريب الرئيس الامريكاني ابراهام لينكولن، ودي من عيلة ده من ناحية عيلة والدته، عيلة والدته كده جد مش عارف مين هو رئيس امريكا القديم جدا ابراهام لينكولن. وتوم هانكس اتجوز في حياته مرتين، واحده اول واحده كانت سامانثا لويس، وللاسف طبعا اتوفت بمرض السرطان، ومن بعديها طبعا من سنه 1985 علاقه الحب الجميله اللي ما بينه وما بين الفنانه ريتا ويلسون. وريتا ويلسون دي متجوزه لحد يومنا هذا ومخلف منها ولدين، اما سامانثا لويس كان مخلف منها ولد وبنت، واشهرهم الفنان كولين هانكس، شبهه شويه وبيطلع كده في ابن توم هانكس بقى لازم يطلع. ومن خلال فيلم فالنتيرز كان اول لقاء ما بينه وبين زوجته اللي هي لغايه دلوقتي معاه ريتا ويلسون. وبعديها سنه 1900 عمل فيلم اسمه هي نوز يو ار نوت الون او يو ار الون، حاجه زي كده، والفيلم حقق فشل غير طبيعي كبدايه لتوم هانكس في السينما والكلام ده. لكن من بعديها كان وشه مألوف يا جماعه، كان وشه كاريزماتيك، الولد ده في حاجه كويسه، فتيجوا تعالوا يعني شاب كده تعالوا نعمل تي في شو جديد اسمه بازم باديز سنه 1980. والمسلسل كان كوميدي وفريش كده وجميل، وحقق نجاح حلو جدا في امريكا كان بدايه عرض ليه، وفضل شغال سنتين زي ما قلت لك. من بعديها بقى يا معلم ابتدت بقى ايه ده طب ده نجح، يلا بينا ناخده كده في فيلم مثلا، وابتدت شهرته تبقى معروفه، وابتدى توم هانكس يبقى معروف في امريكا كلها مثلا بفيلم سبلاش. ولو في حد يا جماعه ما شافش الافلام اللي انا بقولها ليك كده لتوم هانكس بتفرج عليها كده كده عمرك ما هتخسر حاجه، لا بل هتنبسط حاجه جميله كده. فيلم سبلاش ده هو فيلم رومانسي عائلي كوميدي، شاف واحده عروسه البحر بقى وقصه حب وهياخدها وفي حوارات كده هيعجبك يعني. فيلم عائلي الناس كلها استلطفت توم هانكس منه وقالت ايه ده واحد بوتنشلي ممكن يبقى ممثل حلو. وفيلم سبلاش ده ساعتها حقق 62 مليون دولار كبدايه كده كأول فيلم بطولة مطلقة ليه، فحاجة حلوة جدا. ومن خلال الفترة دي توم هانكس عمل كذا فيلم ابتدى يتعرف أكتر لحد ما جه فيلم بيج.
فيلم بيج ده اتعمل سنة 1988، والفيلم ده واحد من اكتر الافلام اللي انا حبيتها في حياتي من وانا صغير. فيلم لغاية دلوقتي لو انت شفته سنة 2020 انت بتتفرج على الالعاب ومنبهر بالالعاب اللي كانت بتنزل سنة 1988. والمشهد يا جماعة بتاعه وبتاع هو والراجل صاحب الشركة ده وهم قاعدين في البيانو والكلام ده، المشهد ده يعتبر من اقوى ومن احلى المشاهد اللي اتعملت في تاريخ السينما على حسب مواقع ومجلات كتيرة جدا. والفيلم زي ما قلت لك قصة جميلة كده ولذيذة وخفيفة عن طفل جميل جدا دخل ملاهي كده ولقى قدامه لعبة اتمنى امنية حياته ان انا يا رب اكبر، نفسي ابقى كبير بقى لان الكبار دول عايشين عيشة جميلة كده عكس الطفولة اللي احنا فيها دي، بيبقى ممنوع من حاجات كتيرة وحاجات كده وحاجات كده وحاجات كده. فتاني يوم بقى الامنية تتحقق والطفل ده يتحول لواحد كبير اللي هو طبعا بيقوم بدوره توم هانكس. توم هانكس يا جماعة في الفيلم ده شوفوا قد ايه بيمثل حلو كبداية، انا بقول لك كده ده بدايته سنة 1988، ازاي قايم بدور طفل يعني واحد كبير بمخ طفل عيل صغير جدا، وقد ايه هو خايف مثلا لو سمع صوت طلق نار مثلا يخاف وعايز مامته والكلام ده. فيلم نجح نجاح غير طبيعي، حقق 151 مليون دولار ككوكب الارض، ايوه يعني ككل ايرادات في العالم كله، والايرادات دي عاليه جدا كسنه 1988. من بعديها بقى اتاخد بقى توم هانكس في الادوار اللي هي الحلوه دي، الادوار اللي هي ممكن يبقى فيها بعض من الاكشن الخفيف بس الكوميدي الجميل مع بعض اللي هو ايه الجمهور الاسري والعائلات والكلام ده. شفنا ده في فيلم تيرنر اند هوش سنه 1989 السنه اللي بعديها على طول، والفيلم برضو نجح كعاده توم هانكس كبدايات كده. وايضا عمل فيلم اسمه ذا بيربس كان سنه 1990، وفضل بقى منتشر توم هانكس بالادوار اللي هي الكوميدي الجميله الحاجات الحلوه دي لحد ما جت سنه 1992 بفيلم بتاع المغنيه المشهوره اللي كانت ساعتها رقم واحد على الساحة مادونا بفيلم A League of Their Own. وفي الفيلم ده كان قايم بدور كوتش بيسبل لفريق بتاع بنات، وشفنا أداء مختلف تماما عن الأداء اللي قبل كده كان بيقوم بيه توم هانكس، قايم بدور كوميدي بس في نفس الوقت فيه دراما قوية جدا، وبتشوف قد ايه هو كوتش مسيطر ودماغه غبية كده. في نفس الوقت شفنا جسمانيا توم هانكس اتغير وتخن شوية، وفعلا قال ان هو كان ساعتها بياكل ايس كريم كتير جدا 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 عشان يتخن ويبقى لايق على الدور اكتر. فقلنا ايه ده مش احنا يعني بره بقى. قالوا ايه ده 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 بقى ده ايه ده ده في ممثل بوتنشلي هيبقى واحد تقيل قوي 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 ولا ايه؟ ايوه يا معلم انت فعلا ما كدبتش، لان اللي انا هقوله لك واللي جاي تاريخ تاريخ كبير جدا من هوليوود، وده بجد. سنة 1993 اصدر لنا توم هانكس واحد من امتع الافلام الرومانتك كوميدي وهو فيلم سليبلس ان سياتل. الفيلم ده كان عامل دويتو رائع هو والفنانة كانت لسه برضو طالعة ساعتها وهي الفنانة انا ميج راين. وفعلا يا جماعه اللي ما شافش الفيلم ده يتفرج عليه دلوقتي هيعجبه جدا وحلو جدا، وقد ايه الثنائي ده كان عامل نجاح قوي جدا في هوليوود اللي هو ايه ده لا انتوا تطلعوا بعد كده بقى في افلام كتيره بقى بعد اذنكم والكلام ده. في نفس السنه بص بقى العبقريه بقى اسمحني بقى حد اسمعوا بقى في نفس السنه شوف الرومانتك كوميدي وهو ايه ده كوميديان وجميل وبيعمل حاجات وعمل كوتش والكلام ده، عمل لك فيلم اسمه فيلادلفيا، وانا رشحته قبل كده عندي في القناه في فقره الترشيحات او حلقه ترشيحات الافلام، يعتبر كانت اول واحده على حسب ما انا فاكر. والفيلم ده احنا شفنا توم هانكس ودانزل واشنطن في فيلم واحد، وكان معاهم انطونيو بانديراس، برغم ان هو كان قايم بدور محامي شاذ جنسيا عنده ايدز بس بيوريك الكوميونتي والقضيه، وكان في قضيه ساعتها قويه جدا. بتشوف اداء استثنائي من توم هانكس يخلي دانزل واشنطن في الفيلم كله عمال يعمل انا اتفرج عليه كمان ايوه، برغم ان ده يعني دانزل يا جماعه عبقري ما فيهاش كلام، بس توم هانكس كان وحش واكل الكاميرا في الفيلم من اوله لاخره. شوف في نفس السنه كان عامل لك سليبلس ان سياتل وفيلم عمل لك فيلادلفيا، وكان في مشهد كده ارتجالي منه عمال يتكلم عن الموسيقى والكلام ده اكتر من رائع. الدور ده بقى يا معلم جاب لك ايه؟ جاب لك اوسكار، جاب لك ايه؟ جاب لك اوسكار يا ولاد. بتاني فيلم يترشح فيه كاوسكار من بعد فيلم بيج اللي انا قلت لك عليه كان قايم بدور اكتر من رائع
اترشح تاني من فيلم فيلادلفيا واخد افضل ممثل سنة 1993. برغم ان فيلم فيلادلفيا ده مش معروف قوي لتوم هانكس، ممكن تسأل ناس كتيرة جدا تحب توم هانكس او تحب الافلام عموما تقول لهم فيلم فيلادلفيا لتوم، يقول لك لما شفتوش قبل كده، وبستغرب الحوار ده لان فعلا واحد من احلى اداءات توم هانكس. يسكت بقى توم هانكس؟ يسكت؟ لا ده انا اخدت اوسكار بقى، ده انا اللي جاي هيبقى احلى من اللي فات. وتيجي سنة 94 اللي يعتبر السنة دي هي احلى سنة للسينما في تاريخ السينما يا جماعة بالنسبة لنا. وبأشوف الحلقة عندي هنا في الشانل اتكلمت عن الافلام اللي نزلت سنة 94، افلام زي شو شانك ريدمشن وافلام زي لاين كينج وافلام تقيلة جدا، عد بقى معلم سبيد لكيانو ريفز، حاجات تقيلة قوي. لكن يجي لك بقى توم هانكس يعمل لك سنة 94 فيلم ايه بقى معلم؟ اللي هو بالنسبة لي ومن وجهة نظري وقلت ده في الشانل عندي كتير جدا ان ده اكتر فيلم بحبه في حياتي، هو رقم واحد في حياتي، ولو عدت بينا ومرت بينا السنين هيفضل الفيلم ده هيفضل محفور في حياتي ان هو رقم واحد احلى فيلم شفته في حياتي، وهو فيلم فورست جامب. فيلم فورست جامب يا جماعة حقق 681 مليون دولار سنة 94، بكم الأفلام اللي نزلت سنة 94 دي كلها هو رقم 2، بفرق كام عن رقم 1 اللي هو لاين كينج؟ طبعا فرق 1,000,000 دولار، يعني هو رقم 1 كأفلام مش كرتون سنة 94 في ظل المعمعة اللي نزلت سنة 94. وبالمناسبة يا جماعة سنة 94 جيم كاري نزل 3 أفلام، إيس فنتورا ودم دمر وذا ماسك، انتوا فاهمين؟ وهرجع واقول لك لو ما كنتش شفت فيلم فورس جامب قبل كده فعيب عليك قوي، عيب عليك جدا جدا جدا، انت هتشوف بجد ملحمه تمثيليه، ملحمه قصه جميله. وانا فرحان جدا ان انا اخويا لغايه دلوقتي ما شافش فيلم فورس جامب، ووعدين بعضنا ان احنا الاسبوع ده هتفرج عليه للمره 800,000 بالنسبه لي والمره الاولى لي. والفيلم ده بقى هعمل لك ايه بقى؟ بص بقى اسمع دي يا علي واسمعوا دول يا بتوع افلام. سنه 94 طبعا توم هانكس ترشح بدور فورس جامب، الدور الاسطوري اللي هو عمله لطبعا افضل ممثل كاوسكارز. ومين بقى يكسبها يا علي؟ توم هانكس يا جماعه يكسب افضل ممثل للسنه الثانيه على التوالي بعد فيلم فيلادلفيا ورا بعض. في حد عمل كده قبل كده في تاريخ هوليوود يا ابو حميد؟ ايوه في واحد قبل كده عمل الموضوع ده، وهو الممثل المخضرم سبنسر تريسي سنة 37 وسنة 38 اخدهم مرتين ورا بعض. لكن توم هانكس غير يا جماعة، مع احترامي الجميع، توم هانكس ان هو يعملها مرتين ورا بعض ويكسب 2 جولدن جلوب ورا بعض بسبب الفيلمين دول، فدي حاجة ما حصلتش قبل كده، ويثبت لك قد ايه ان احنا قدام ممثل فريد من نوعه وبيحقق كمان، ده غير السينما النظيفة اللي هو بيديها لنا، لا ده بيحقق ايرادات ما اتعملتش قبل كده، ايرادات وصلت قريبة من 1,000,000,000 دولار في سنة 94. يوم السنة اللي بعديها توم هانكس قايل لجمهوره اللي بيحبهم جدا من الاطفال ومن العائلات زي ما انتوا فاكرين، هو كان بيحب الحاجات دي زمان وبيحب يقدم مسلسلات وافلام عائلية وحاجات جميلة، قال لجمهور الاطفال يا جماعة انا بعد اذنكم انا هعمل لكم حاجة ليك كده سنة 95 تفضلوا عايشين بيها لحتى يومنا هذا، وهو فيلم الانيميشن اللي انا اكتر انيميشن بحبه برضو، ايوه انا هفضل اقول لك كده، وهو فيلم توي ستوري. توي ستوري ده دخلته سينما وقد ايه انا كنت فعلا مرتبط بيه، ويعتبر ده الانيميشن الوحيد اللي انا مرتبط بيه بطفولتي من وانا صغير، لان انا ما كنتش بحب الافلام الكرتون والافلام الانيميشن والكلام ده، هو توي ستوري توب كده. ده غير ان اللي كان بيقوم بدور توم هانكس وودي وباللغه العربيه الفنان الكبير يحيى الفخراني، بس توم هانكس برضو يا جماعه توم هانكس يعني عمل لك فيلم سنه 95 تفضل حالف بيه حتى يومنا هذا ككرتون. ولما نزل سنه 2019 بالجزء الرابع الفيلم حقق نجاح برضو كالعاده بتاعه توم هانكس، وفيلم توي ستوري حقق 364 مليون دولار. لكن في نفس السنه برضو لجمهور توم هانكس بقى العاديين مش الاطفال والطبيعيين كشباب وناس حابة يعمل لهم فيلم فضائي، واحد من احلى الافلام الفضاء وبرضه بحسه اندر ريتد جدا ومش متشاف، وهو فيلم ابولو 13. فيلم كان بيجي على ام بي سي 2 كده مثلا مره كل 3 سنين
ومش عارف ليه لغايه دلوقتي مش موجود برضو على نتفليكس ولا موجود على واس ان ولا موجود على شاهد ولا موجود، مش عارف، مستغرب الحوار ده. ويجي سنه 98 يفاجئنا توم هانكس بفيلم رومانتك كوميدي بطولته هو ومين بقى؟ الدويتو بقى اللي هم كانوا عاملينه قبل كده، ايوه الفنانه ميج راين اللي كانوا عاملين قبل كده سليبليس ان سياتل، يحققوا نجاح اكبر من سليبليس ان سياتل في سنه 98 بفيلم يو هاف جوت ا ميل. وفيلم يو هاف جوت ا ميل واحد من الافلام الرومانتك كوميدي اللي انت عمرك ما هتنساها في حياتك، وناس كتيره قوي وشباب كتيره جدا من جيلي كانوا متعلقين جدا بالفيلم ده، وهو فيلم عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، بس كانت الفكره صايعه وجديده. وساعتها كان فكره بقى انك انت الشاتنج والام اس ان والكلام ده، كان ساعتها اللي هو ايه ده في حاجه جديده وتكنولوجيا وبتاع. وكان فيلم خفيف جدا وجميل جدا، والدويتو فكرنا بحاجات جميله كده بتاعت زمان بتاعت سليبليس ان سياتل، وكانت الكيمستري بتاعتهم اكتر من رائعه، وتوم هانكس طبعا اكتر من رائع كالعاده. بس انت فاكر بقى ان سنه 98 انا هعمل لك فيلم رومانتك كوميدي كده؟ بس يعني لا طبعا، انا هعمل فيلم تقيل جدا وسوف يذكر في التاريخ كواحد من اعظم الافلام الحربيه في تاريخ هوليوود. والفيلم كان من اخراج المخرج العبقري المخضرم ستيفن سبيلبرغ مع توم هانكس. يعملوا ايه بقى علي؟ فيلم الممر، انا اسف بهزر، فيلم سيفينج برايفت راين بدون نقاش كتير. طبعا كالعاده توم هانكس اترشح كافضل ممثل في الاوسكارز، بس للاسف ما كسبهاش. لازم اي فيلم يعمله هيترشح كده كده، بس سيبني في الاخر هقول لك هو اترشح على كام فيلم وكل الكلام ده، بس ايه نسيبها دي الحته دي في الاخر. لكن احنا شفنا فعلا فيلم ملحمي واكتر من رائع، وتتفرج عليه لغايه دلوقتي 3 ساعات عمرك ما هتتخنق ولا هتتضايق من الفيلم. والفيلم طبعا حقق كعاده توم هانكس 485 مليون دولار. السنة اللي بعديها توم هانكس سنة 99 يا أطفال يا عائلات زعلتوا مني بقالي كتير ما عملتلكمش حاجة، أنا عامل لكم توي ستوري الجزء الثاني. والجزء الثاني حقق نجاح أكتر من الجزء الأولاني ويحقق 511 مليون دولار. ارحم الفلوس يا عم توم هانكس، خلي الناس تاكل وتشرب. ولكن في نفس السنة برضه بقى الجمهور الناس العاقلة اللي بتحب الأفلام، بصوا يا جماعة الراجل بيعمل لك إيه؟ بيعمل لك إيه في السنة؟ في نفس السنة، مش اللي هو سنة كده وسنة كده، لا في نفس السنة شفت رائعة ستيفن كينج يا جماعة، الكاتب الرائع بتاع الأفلام الرعب، عمل لك كتاب أكتر من رائع. وشفنا أداء توم هانكس في الفيلم ده يا جماعة، وهو فيلم ذا جرين مايل. معلش انا اسف يا جماعه لبتوع افلام اللي انا بقوله ده، بس انا بجيب لك الخلاصه وبجيب لك من الاخر. مشهد زي لما توم هانكس وهو عنده حرقان لمؤاخذه في البول وهو بيعمل بيبي، شوف وشه، شوف اداء وشه وهو مش قادر بيعرق، وقد ايه الموضوع صعب انت بتحس بيه. ده غير طبعا مشاهده مع الفنان الراحل مايكل كلارك دانكن اللي كان اكتر من رائع في الفيلم ده، ومشاهده بقى في الاخر بقى في اخر لقطه في الفيلم، عشان انت لو ما كنتش شفته انا مش عايز اقول لك حاجه، بس اتفرج عليه وعمرك ما هتندم. والفيلم كعاده توم هانكس حقق 290 مليون دولار. لكن انا هرجع واقول لك بقى سيبك من الايرادات، اديك انت سامع عن الافلام دي لغايه دلوقتي بتتفرج عليها في اي حته، والناس بتاخد كوتات من الافلام دي، والناس عماله تعمل ايه، وكل افلام توم هانكس عايشه ومحفوره حتى يومنا هذا. خلص بقى سنه 99، دخل بقى على الفينات بقى توم هانكس، يبتدي كده ايه بقى احلى مسا عليكم كده بقى سنه 2000، يلا بينا بقى نخش كده بفيلم كده الناس تعجبه بقى، وهو فيلم اللي بالنسبه لي تاني اكتر فيلم بحبه لتوم هانكس بعد فورس جامب، وهو فيلم كاستاوي. يا الهي العظيم، لما ممثل يخليك تعيط على كوره فولي يبقى انت في ايه بقى؟ انت في ايه يا توم هانكس؟ انت عايز ايه مننا بقى؟ لما يخليك ترتبط بفولي، كوره فولي، كوره ويلسون، يخليك ترتبط بيها، ولما تضيع منه في البحر تعيط. اداء تمثيلي فوق الرائع يا جماعه، اداء تمثيلي غير طبيعي لتوم هانكس، بتشوف هو شخصيه قد ايه سريعه وبيهتم بالوقت وبيعمل قد ايه كل الكلام ده، وهو شخصيه كان شويه تخين، لكن بعد 4 سنين بتشوف بقى جسمه اتغير ازاي. شعره يا جماعه الاصفر ده على فكره بالمناسبه ده كان شعره الحقيقي، هو ما سبخش، هو فضل تعايش كده. خسسان ده هو اللي خس وهو اللي عمل في نفسه كل الكلام ده. يا جماعه احنا قدام عبقريه قبل كده ما اتعملتش، والله يا جماعه هجيب اثبت لك،
هثبت لك انا حاجه عبقريه كده ممكن تكون معلومه انت ما تعرفهاش، بس حاجه لازم تبقوا عارفينها يا جماعه عن توم هانكس. المشهد بتاعه لما جاب الخلاصه، واحد من اقوى المشاهد او اقوى مشهد تمثيلي لتوم هانكس في الفيلم ده، وهو بيتكلم مع صاحبه وبيشكي له بقى، بيحكي له لمده 3 دقائق و46 ثانيه ايه اللي تم معاه، وهو فضل عايش ليه، وايه المقاومات اللي خلته يفضل عايش، وايه الحاجات اللي خلته تفضل تقول لا انا هفضل بقى ايه اقاوم الكلام ده. وبعد ما رجع حس ان هو فقد الامل تاني، لان هو كل الحاجات اللي هو كان عايزها ما حصلتش. وطبعا انا مش عايز احرق الناس اللي فعلا تبقى بتضايق منهم جدا لو ما كانوش شافوا الفيلم ده قبل كده. المشهد الاسطوري ده، وبتشوف توم هانكس وهو بيحكي وعينه بتدمع وقد ايه متاثر بالموضوع، يا جماعه المشهد اتاخد ده وان شوت بس خلاص، يعني الكاميرا عملت كده، كل اللي عمله المخرج عمل كده، وتوم هانكس بيأدي بس خلاص كده. توم هانكس يا جماعه. ويرجع لنا تاني توم هانكس بسنة 2002 بفيلم Road to Perdition، وشايفه برضو من ضمن الافلام الاندرريتد جدا او مش متشافة كتيرة قوي لتوم هانكس، وبقى اتفرج عليها وبقى دعيلي انك انت هتشوف برضو ملحمة تمثيلية اكتر من رائعة، وقصة جميلة وكل حاجة. ومش عارف برضو الفيلم ده ما عملش كده ضجة ليه زي كل افلامه. لكن في نفس السنة برضو رجع مع ستيفن سبيلبرج بفيلم اكتر من رائع وبنحبه كلنا والناس كلها بتحبه وبتتفرج عليه، لان كان في برضو مع توم هانكس اسطورة اخرى اسمها ليوناردو دي كابريو بفيلم Catch Me If You Can. هكدب عليك لو قلتلك ان توم هانكس كان اجمد من ليوناردو دي كابريو في الفيلم ده، هبقى كذاب. بس عشان يا جماعه ليوناردو دي كابريو مساحته في الدور هو اللي ايه، انا بعمل ايه وبخدع الناس ازاي وبسرق الناس ازاي وبعمل شخصية دي ازاي وبعمل ايه، فكان عنده مساحه لتنوع الادوار. لكن توم هانكس في الفيلم ده كان قايم بدور ديتكتيف المحقق اللي بيجري ورا النصاب ده، وكان الفيلم ممتع جدا، وتتفرج على الفيلم ده من اوله لاخره عمرك ما تتضايق ولا تتخنق ولا اي حاجه، وهتبقى مبسوط جدا. ولما تتفرج عليه تاني وتالت ورابع مره برغم ان الفيلم طويل، بس يا جماعه اخراج ستيفن سبيلبرج وبطولة توم هانكس وليوناردو دي كابريو وقصة حقيقية، يعني حاجة تخلي الدماغ تلف أساسا. أما سنة 2004 توم هانكس عمل لنا واحد برضو من أمتع أفلامه كالعادة توم هانكس وأداؤه التمثيلي اللي أكتر من رائع بفيلم The Terminal. فيلم The Terminal ده يثبت لك برضو مدى عبقرية توم هانكس في أدائه وتقمصه للشخصيات وتعمقه فيها، ان هو قايم بدور مش واحد روسي او واحد من المنطقة دي، يعني بطريقة كلامه بقى ولكنته وهو بيحاول يتكلم انجليش. اتفرجوا يا جماعة، ده واحد لو انت شفته بطريقة تمثيله دي وبطريقة لكنته دي عمرك ما هتقول عليه ان هو قبل كده عاش في امريكا، عمره ما اتعلم كلمة امريكاني قبل كده. وبتشوف بقى طريقته ازاي هيتعلم الامريكاني وهو خلال رحلته وهو قاعد في المطار طول احداث الفيلم. والفيلم ده برضو يا جماعة قصة حقيقية، واللي ما كانش شافه يبقى يتفرج عليه لان فعلا فيلم اكتر من رائع. وفي نفس السنة برضو قال لجمهور الاطفال والعائلات اوعوا تزعلوا مني يا جماعة، هنزل لكم كرتون جميل جدا اسمه The Polar Express، وكان قايم بدور الليد رول طبعا، وكان هو اللي سايق القطر، وكان فيلم ممتع كالعادة للعائلات والاطفال جميل جدا. في نفس السنة برضو يعني شوف 2004 النشاط الجميل، كان قايم بدور مختلف تماما عن كل ادواره يا جماعه، وهو فيلم The Lady Killers. فيلم انت لو شفت شكل توم هانكس فيه اساسا هتقول ايه ده مش توم هانكس، ايه ده قايم بدور مختلف تماما، برغم ان الفيلم قديم اساسا وهو مقتبس من نفس الفيلم بس بعنوان جديد. والفيلم رائع وجميل وكوميدي، وبتشوف اول مره تلاقي الاداء ده من توم هانكس مختلف تماما عن كل ادواره اللي قبل كده. والفيلم موجود على OSN لو حابب تتفرج عليه، او تتفرج عليه طبعا من النت من مواقع اياه. اما بقى سنه 2006 توم هانكس عمل لنا بقى ايه افلام كده ليها جمهورها وليها عشاقها، الناس اللي بتحب الافلام دي كتير، واعرف منهم كتير جدا من اصحابي وليهم جماهير بالملايين، لان اساسا الكتب بتاعتها حققت نجاح غير طبيعي، ده غير طبعا ان اللي هيقوم بدور البطل في ثلاثيه الكتب دي
هو توم هانكس بفيلم ذا دافينشي كود اللي نزل سنة 2006، وأيضا فيلم أنجلز أند ديمونز سنة 2009، وفيلم إنفيرنو 2016. والثلاث أفلام دول حققوا إيرادات غير طبيعية. وأنا الصراحة أنا بقول لك أهو الصراحة، أنا مش من محبي الأفلام دي أو نوعية الأفلام دي. شفت ذا دافينشي كود أكتر من مرتين، بس مش حاسس إن ده أكتر فيلم أروح أرجع له لتوم هانكس، برغم إن في ناس بالنسبة لهم الثلاث أفلام دول أقوى أفلام توم هانكس. ايوه، لان في عشاء قلت لك كتير جدا للكتب دي. وسنة 2006 عمل لنا توم هانكس فيلم سياسي برضو جميل جدا، هو والفنانة الكبيرة القديرة جوليا روبرتس بفيلم تشارلي ويلسونز وور. واخد بالك انت من حوار ويلسون؟ كان زمان في الثمانينات كان قايم بدور واحد اسمه كيت ويلسون، والفيلم ده اسمه تشارليز ويلسونز وور، والفولي بول اللي كانت معاه في كاستاوي اسمها ويلسون، ومراته اسمها ريتا ويلسون. ايه حوار ويلسون معاه ده؟ وسنة 2010 توم هانكس يرجع لجمهوره الجميل بتاع الاطفال والعائلات، وجمهور توي ستوري اللي انا واحد من عشاقه، يرجع لنا بثلاثية الجزء الثالث من توي ستوري اللي احنا كنا متخيلين هو ده نهاية توي ستوري. والفيلم قطع قلوبنا، فيلم من اكتر الافلام اللي ممكن تعيط فيها في حياتك بسبب تعلقك بالشخصيات، شخصية وودي وشخصية باز وشخصية اندي صاحب الالعاب دي كلها. المشهد الاخير يا جماعة، يعني انا مبسوط جدا بتوي ستوري ده في حياتنا والله. وياتي سنة 2011 توم هانكس يخرج ويمثل بقى، يعني اخرج ومثل، وهو فيلم مع جوليا روبرتس برضو اسمه لاري كراون او لاري كرون حاجة زي كده. فيلم ده انا شفته انا فاكر في الطيارة وما اتضايقتش منه، بس ما رجعتش اتفرج عليه تاني. فيلم عادي جدا، بس عمرك ما هترجع وتقول لفيلم لتوم هانكس وحش. ده فيلم وحش جدا لتوم هانكس وجلت منه، وحش جدا. فيلم بيحكي غالبا حاجه زي مرجان احمد مرجان كده، راجل كبير راح الجامعه والبروفيسوره بتاعته جوليا روبرتس. فيلم خفيف ولطيف وجميل، مش هقول لك اعظم حاجه، وهقول لك ان انا فعلا اتفرجت عليه المره الوحيده دي في الطياره وما فكرتش ان انا اتفرج عليه تاني، بس هرجع واقول لك مش وحش. سنة 2012 عمل لنا توم هانكس فيلم كلاود أطلس، اللي أنا بعد ما شفته قلت لكذا حد من صحابي على فكرة ده وحش بقى، فيلم لتوم هانكس وحش اهو. لكن مع مرور السنين والوقت حسيت ان انا ما كنتش فاهمه قوي، لكن بعد ما فهمته، هو لغايه دلوقتي مش مفهوم على فكره، وكان بتشاركه البطوله الفنانه الكبيره هالي باري برضو. لكن الفيلم ده يعني مش وحش برضو، هرجع واقول لك حاليا دلوقتي بقول لك عليه مش وحش، بس برضو مش من اعظم الحاجات اللي عملها توم هانكس، بالرغم ان توم هانكس كان قايم بدور بكذا شخصيه في الفيلم ده. كان في شخصيه كده كان قايم بدور واحد صايع كده وبسنان وبتاعه وبيضرب بوكس، حاجة اللي هو لا يمكن لو قلت لي ايه ان ده توم هانكس. كالعادة هو كتمثيل مفيش نقاش ولا غبار عليه. يرجع لنا تاني بسنة 2013 بفيلم سيفينج مستر بانكس، اللي كان بيحكي عن ماري بوبينز، وهو كان قايم بدور وولد ديزني. طبعا ديزني يا جماعة ديزني، وازاي بقى ماري بوبينز دي عملوا مع بعض الدويتو الاكتر من رائع ده، وبيعرفك شخصية وولد ديزني عاملة ازاي. وكان فيلم حلو جدا وبتفرج عليه، وحاسس برضو ان الفيلم ده مش متشاف قوي في وطننا العربي. في نفس السنة برضو حب يرجع لك كده بفيلم اللي هو يثبت لك بص يا اسطى بص قدراتي التمثيلية، انا هرجع لك تاني كده ايه بفيلم اكتر من رائع وكان قصة حقيقية، وهو فيلم كابتن فيليبس. والفيلم ده يعتبر يعني امير البحار بس النسخة الانجليش، يعني مع احترامي يعني توم هانكس انا اسف طبعا، يعني اكيد ما بشبهش ده بده انا اسف، لكن فعلا يا جماعه الفتره بتاعت كابتن فيليبس والفيلم بتاع امير البحار ده كان كوكب الارض كله مليان قراصنه افارقه كتير، كانوا على طول بيسرقوا السفن وياخدوا رهاين والكلام ده، كان فعلا منتشره الاحداث دي كتيره جدا في الفتره دي. توم هانكس بقى قايم بدور قصه حقيقيه لواحد قائد سفينه ومعاه الناس، وجم بقى ناس افارقه جم عملوا عليه الجلاشه، برغم ان الراجل الافريقي اللي قدامه هو اللي كسب الاوسكار مش توم هانكس، بس انت شفت مشهد لتوم هانكس، اتفرج على اخر مشهد ليه وهما بقى بيطمنوا عليه بقى كده يا جماعه وهو ما بيتكلمش. ما هو ده بقى اللي انا برغي لك فيه، لو انت شايفني ببالغ وبافور وايه ده يا احمد انت عشان بتحبه يبقى كل حاجه عملها عبقريه بقى والكلام ده، لا والله العظيم ثلاثة، ارجع شوف كابتن فيليبس، ارجع شوف المشهد الاخير في الفيلم لما كانوا بيطمنوا عليه ان هو كويس، اتكلم الكلام ده، شوف ردة فعل وشه يا جماعة، ده مش بني ادم طبيعي بيمثل، اكتر من رائع. هرجع اقول ايوه انا بطبل له، انا بحب اطبل لتوم هانكس يا جماعة،
انا بحبه. وبدات سنه 2015 بفيلم برضو اكتر من رائع لتوم هانكس اسمه بريدج اوف سبايز، عشان بس وقت الحلقه يا جماعه ابقوا اتفرجوا عليه وهيعجبكم جدا. وعندك سنه 2016 السنه اللي بعديه على طول فيلم سالي، وهو يعتبر شبه فيلم فلايت شويه بتاع دانزل واشنطن، برغم ان انا بحب فيلم فلايت اكتر، بس برضو اداء استثنائي كالعاده لتوم هانكس. والفيلم ده برضو يا جماعه بالمناسبه قصه حقيقيه. ورجع لنا توم هانكس سنه 2019 بمفاجاه من الطراز الرفيع بان في توي ستوري 4 يا جماعه، وان توي ستوري رجع تاني بعد النهايه بتاعه توي ستوري 3. الفيلم كان فعلا اكتر من رائع وعجبنا جدا، والناس اللي كانت متعلقه بتوي ستوري من جيل القديم اللي زيي ومن جيل الشباب ابتدوا يتورثوا بموضوع توي ستوري ده، وابتدى يتورث فعلا من جيل الى الاخر. ولما كنت شفت الحلقه بتاعتي بتاعه توي ستوري 4 قبل كده هتلاقيها هنا في الشانل، واتكلمت عن الفيلم اكتر من كده. وفي نفس السنه برضو اللي هي السنه اللي فاتت 2019 عمل لنا واحد برضو من الافلام الجميله اللي هو معودنا عليها، وهي القصه الحقيقيه لمقدم البرامج اللي كان يعتبر زي فؤاد المهندس وليه علاقه جدا زي برنامج كده عم فؤاد، وقام بالدور اكتر من رائع انك انت تتفرج على المقدم البرنامج وتوم هانكس هو قام بدوره في الفيلم، قام بالدور شابوه كالعادة. وبسبب دوره الجميل ده خلاه يترشح للمرة الرابعة لجائزة الأوسكار، بس طبعا راحت للآخر لخواكين فينيكس اللي كان الجوكر، يعني مش محتاجة فقاقة. وطبعا كلنا مستنيين فيلم توم هانكس الجديد اللي كان المفروض ينزل السنة دي، لكن طبعا بسبب كورونا مش عارفين هينزل يوم ايه، وهو فيلم جري هاوند. يا ترى فيلم هينزل على النت؟ يا ترى فيلم حد هيشتريه نتفليكس ولا اي حد؟ ما نعرفش. هل يا ترى السينمات هترجع؟ برضه الله اعلم. بس الفيلم طبعا كالعادة متوقعين من التريلر حاجة قوية جدا وحرب عالمية تانية وتوم هانكس وحركات، فتوقع حاجة ألاقة كده كده. اعتقد بعد ما خلصت لك افلام توم هانكس عرفت قد ايه البني ادم ده عبقري، قد ايه البني ادم ده بيشتغل عشان يعمل فيلم حلو جدا يفضل عايش مع البني ادمين، كل افلامه عايشه معانا لغايه دلوقتي. الراجل ده يا جماعه مدخل للسينما في امريكا 4.9 بليون دولارز ايرادات افلام، يعني داخلين على 5 مليار دولار امريكاني. مفيش حد عمل كده قبل كده، هو رقم 3 في القايمة، عشان رقم 1 في القايمة هو سامويل جاكسون، بس سامويل جاكسون عامل زي عم حسن حسني عندنا هنا، كان بيروح كل الافلام وبيطلع في افلام كتيرة جدا، فلما بيتحط اسمه في افنجرز ولا اي حاجة فالايرادات بتعلى عشان هو موجود في الفيلم، لكن برغم ان هو مش قايم بدور البطولة المطلقة. اما رقم 2 في القايمة هو الممثل روبرت داوني جونيور، اللي طبعا بسبب افلام ايرون مان وافنجرز وكل الكلام ده ايرادات وعالية جدا وتحط في قايمة رقم 2، لكن كبني آدم ممثل كده يليد رول يعمل لك كل أفلامه ويجيب إيرادات تخش لها فوق 5 مليار دولار، فإحنا قدام موهبة استثنائية. أيوة يا جماعة في مواهب كتيرة جدا 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 في أمريكا وبره بيبقى أفلامهم عالمية جدا بس ما بتجيبش إيرادات، الراجل ده عمل الحاجتين، إيرادات زائد أداء أكتر من رائع زائد أفلام تفضل تعيش في حياتك وتحبها وتحطها في قائمتك المفضلة كده كده. الراجل ترشح 4 مرات للأوسكارز، كسب منهم 2 ورا بعض، اترشح عن فيلم بيج، وترشح طبعا عن فيلم سيفينج برايفت راين، وطبعا الفيلم الأخير اللي أنا كلمتكم عنه A Beautiful Day in the Neighborhood. الراجل ده كسب 4 جولدن جلوبز عن الأفلام اللي أنا قلت لك عليهم دول، هو بقى الأفلام اللي هو ما ترشحش فيها في الأوسكار اللي هو ما كسبش فيها الأوسكار هتلاقي كسب فيهم جولدن جلوب. الممثل الوحيد اللي في هوليوود اللي اتكرم من الجيش بسبب فيلم سيفينج برايفت راين، ودي حاجة عمرها ما حصلت بره وكانت حوار كبير جدا. وفي نفس الوقت برضو الراجل اخد قلادة رئاسة الجمهورية من باراك اوباما لما كان باراك اوباما رئيس امريكا. في نفس الوقت الراجل بيعمل كمية اعمال خيرية فوق الرائعة، وشفنا الراجل قبل كده بيحب الناس قد ايه، وقبل كده مثلا 2 متجوزين لقوا توم هانكس ماشي في الشارع جه بقى اتجوز معاهم وعدى معاهم الشارع والكلام ده. في نفس الوقت شفنا قبل كده واحد في بار نايم على البار صحي الصبح لقى ان في تليفونه توم هانكس
هانكس كان قاعد جنبه ومتصور جنبه كده عادي. انت مدرك الاحساس بتاع الواد ده تاني يوم وهو صاحي وهو بيقول له ايه ده، انا توم هانكس كان جنبي وانا نايم، يا لهوي ايه الكلام ده. الراجل ده يا جماعه بيعشق كره القدم، بيتفرج على كل ماتشات كره القدم في حياته. فعلا واحد ممثل بيعشق كره القدم جدا، واحد مشجعين النادي الانجليزي استون فيلا، وهو فعلا يا جماعه بيتفرج على كل ماتش الاستون فيلا. يا جماعه راجل جامد جدا، جامد فشخ من الاخر يا جماعه، ان هو الوحيد في كوكب الارض كسب رهان سنه 2015 ان هو بيراهن ان ليستر سيتي تكسب الدوري. رانيري نفسه مدرب ليستر سيتي عمره ما كان حيراهن ان ليستر سيتي تكسب الدوري. ده يثبت لك قد ايه الراجل ده جامد جامد يا جماعه، وانتوا فاهمين مدى المكاسب اللي كسبها بسبب المراهنه دي. بس دي الوعده ممكن تخليني اقعد في البيت كده، ما انت مش عايز اي حاجه في الحياه اساسا. الممثل ده بالنسبه لي ومن وجهه نظري عارف يضحكني جدا 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 من افلام كتيره قوي. شفت منه افلام رومانسيه كوميديه اكتر من رائعه، شفت منه افلام دراميه، واحد من ضمنهم احلى فيلم شفته في حياتي طبعا. انا مبسوط جدا ان انا عايش العصر بتاع توم هانكس، عايش عصر كريستيانو رونالدو، عايش عصر ميسي، ان انا شفت البني ادمين دول لايف في حياتي. فنشكر جدا الفنان الاسطوري توم هانكس على كميه الاعمال الفنيه اللي اكتر من رائعه وبيمتعنا بواحد بيدقق في الحاجات، واحد بيدقق في الشخصيات، بيشتغل على نفسه، بيشوف السيناريو اللي يرضي الجمهور بتاعه اللي بيحترمه، وهو بياخد نفس الاحترام من جمهوره. الف شكر توم هانكس، ويا رب الحلقه دي توصل له حد يترجمها له والنبي، وقد ايه يعرف ان هو فعلا مؤثر علينا جدا في العالم العربي والوطن العربي. وطبعا هرجع واقول لك ان في ناس كتيره تحت في الكومنتات هتقول لي يا ابو حميد انت نسيت الفيلم ده وانت نسيت الفيلم ده وانت نسيت الفيلم ده. لا، الراجل عنده افلام كتيره جدا يا جماعه غصب عني، بس انا قلت ابرز اعماله يعتبر. ولو عجبتك الحلقه دي طبعا دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وعايزك تشترك طبعا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، دوس على جرس التنبيهات عشان تجيلك الحلقه اول باول، واحلى مسا عليكم.